الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويسعد لي مساكم يا بنات، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وكل عام وانتم بألف خير يا رب. تعالوا احكي لكم شو صار معي نهار الوقفة. نهار الوقفة يا بنات حكيت لكم انه طق عندي البوري وعبالي السداج كله مي، والله يعني كان ما علي شيء، فقمت شفتوا حست الدنيا وكل شيء، وما بقى فيني اعمل شيء ابدا. يعني نهار الوقفة انكسر البوري، فشو عملت؟ ضبضبت البيت كله وغسلت السداج وشطفت الاراضي، وكل ما افتح حنفيه المجلى تزرب المي كليات على الاراضي. فاستنيت المصلح، اشترالي ابن عمي هدول خريطين، فظلينا عم نستنى تقريبا للساعة 2 لحتى فضي. شفتوا نهار وقفة كان زحمة كتير والعالم كلها سهرانة. المهم ما فضي المصلح يجي يصلح لي اياها للساعة 2 بالليل، وانا قاطعة المي لاني المي عم تزرب كتير، فما احسن تحمم الاولاد. فقلت خلاص تاني اول يوم العيد، يعني تاني يوم بحمم من الصبحيات. طلع وحممتهم وسشورت لهم شعرهم، وابوهم مشط لهم شعرهم ان شاء الله نعيما وحمام الهنا الهي. بس ميرا ما حممتها لاني كنا بدنا نروح، فخفت عليها انه مشان ما تمرض. اول حدا منعايد عليه هو اخته لابن عمي. هنيك ساكنة اخته وسلفتي، فرح نعايد عليهم اثنيناتهم لان اثنيناتهم بدهم نروحها بالباص. هون كنت مصورة للضيافة وهيك، بس ما بعرف ابني كيف مسح لي اياها، فقلت يلا منيح مصورة عند سلفتي. لا نزلنا من عند بنت حماي ورايحين عمي محمود عند بيت عمه. ولي بيت انجي اتصرف هيك، كنا كل عيد الرومان. هلا هلا سمح نروح نعايد عليهم. هاي الغراض الغنات يا ليل العين من بعدك عمر لهوينا ضروري عمر العين يهديني بمغرس زوينا. هلا بالعيد تقريبا الضيافات كلهم مثل بعضهم. حطتنا اول شي عصير، وصلت لعندها ثلاثه حماتي بتحبني، كانت طيبه سفرجليه ورز و فريكة، وعاملة كمان كانت شوية ملوخية، والله كلهم كانوا طيبين يعطيها ألف عافية، والأكل كان بشهي. قال بقولوا إذا جيتي ولقيتي مثلا طبخة مطبوخة جديد أو السفرة محطوطة جديد إنه بقولوا لك شقد حماتك بتحبك. ففعلا كانت حماتي كتير بتحبني. على فكرة أنا كنت أكثر أكلة بكرهها هي السفرجلية، بس هلا من جديد ما بعرف ليش هيك صايرة عم بحبها. يعني وقت بشوف حدا طيبخها إنه بفرح عليها إنه والله طيبة كتير. وهيك كان استقبال سلفتي لأن إن شاء الله بالهنا. كمان كان هذا بيتها الجديد أول مرة أنا بروح عليه، إن شاء الله بالهنا وشوفها عودتها الخير يا رب. وهي بالأخير الضيافة والقهوة. ياي شفتوا لي اليوم على الجو، كان شمس الصبح، وعم بقول لابن عمي إيش رأيك نروح حديقة الحيوانات، وإيش رأيك نروح على مدينة الملاهي. عاد ما الجو كان حلو. بعد شوية بنتي طفيت الساعة 5-6 وقالت لك المطر خدي، شقد نزل مطر شقد نزل مطر، تفتحت ابواب السماء. الحمد لله رب العالمين، والله يبعث الخير يا رب.
وهيك بكون انتهى مشوارنا اول يوم العيد. وانا وصلت على البيت فاجاني تليفون من اختي وحكت لي انه هي بدها تجي لعندي، فقلت لها والله ميت السلامة بتنوره. فكانت السهرة اليوم مع اختي. هلا اهلي لسه ما اجوا لعندي عيدوني، بلكي ان شاء الله باذن الله بكره بيجوا لعندي اذا الله رد. ومن وقت ما دخلت على البيت قلت اجهز لضيافه مشان هلا اذا اجوا انه اقعد معهم. هاي المضيفه اللي اشتريتها، فقلت هلا رح اعبيها ضيافه، ونزلت صحون مشان اعبيهم هيك كعك ومعمول، وهون كمان عبيت شويه تخليطه وبزر. هلا قلت بما انه عم بصور واجواء عيد فما رح اقطعكم، لو عم بنزل الفيديو متاخره بس قلت رح ارجع انه اضل هلا عم بنزلكم، بس انه ابلش احس حالي تعبت وما بقى فيني انه انزلكم كل يوم، فرح انزلكم على المنتدى انه انا ما عاد انزل اليوم. بس طول ما انا عم بقول انه ما رح انزل فرح انزلكم، صحيح رح اتاخر بالوقت انه وقت ما عم بنزل، بس المهم انه عم بنزل. عم بنزل لما عم بنزل، حطيتولي لايك لما حطيتولي لك، تسلم ايديكم كلياتكم. ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين يا رب، ويخلي لي قلبكم. تفضلوا يا بنات حاولوا عيدوا علي. قال اجت لعندي اختي قالت لي شو طبخ طيبخه على العيد، فقلت لها والله يا اختي لسه ما طبخت شيء. قالت لي ليش هيك، معناتها انت ما عندك عيد، هي اول عيد بيعدي علي وانا مالي طيبخه، بالعاده بطبخ النهار الوقفه، بس هيك انه قطعت هالمي وهيك ما خلتني انه اطبخ شيء ابدا. والله المي وقت بتنقطع بتتربط ايديك وما بتعرفي تساوي اي شيء. فكمان ان شاء الله باذن الله اذا الله راد انه بكره بدي اطبخ. عم فكر انه اعمل مثل ما قلت لكم ملوخيه وفريكه ورز اذا الله راد. قلتي ليش عم تجل ليش عم تنجرق بنتي؟ مسحي مسحي بمنطايته معي. بغضك يا عمري. معي بدي اطعمك. كله بنغسل وبتنظف. كله في ايديك. انك انت مبسوطه ومرتاحه. صح. وهي سابت لهم كابتشينو بدل القهوه. انت عم تتوحمي انت على الليمون؟ رحت عفتك جايب تجيب لك لضيافه، جيت لقيتك عم تاكلي الليمون، تفضلي روحي. صح. قلت لها لو تتضيف قال ما بدها، قلت لها خلص تصطفلي يعني. راحت عليها. راحت عليها. قلت لك بتضيفي؟ لا بدي اتضيف. مو قلتي مو هيك مو هيك، خليكي اكابر تضلي مثل ابني علي. تمام. عم صح ليش عم تصوري؟ ايه يلا. ايه رح اخذ قطعه قطعه. صحة وهنا. زين؟ يلا بدي امشي. يلا هلا. لفة يلا طرفتني انت. بعدوا عنا بعدوا عنا بعدوا عنا. يا على قلبي. الله رح اطلع لهم بجمالتهم الاولاد لابسهم اياهم. توت توت تعرف سك الدح، تعرف سك الدح، تعرف لعلي، وهي لميرة، وهي ليحيى. جبت لهم هدول شويكي تأني الجو برد، فيلا رح لابسهم اياهم. هي هيك لبسوا الرياضة. توت توت يلا جوش. هو لميرة حاج هاي فوق. وي امو ارجوني بيجاماتكم، امو ارجوني بيجاماتكم. ما شفت الا هاي بيجاماتهم. وهلا وين تروحوا لكم؟ وين تاوجوا هيك سوي؟ يلا يلا عنو ميرا، وانت تعي لعندي. يلا يلا تعي تعي. قاعد ما صار. وانتم بخير، وانتم بالف خير. يلا عنو.